رايك في الكلام اللي كانت تقول فيه السيده بسمه الخلفاوي في خصوص الفصل 6 وفي خصوص الاجتماع اللي كان منذ قليل جمعها هي وعدد يعني من العائله مع السيد مصطفى بن جعفر؟ بارك الله فيك. احنا عندنا مثل في تونس يقول ما يحس جمرة كان اللي يعفس عليها، واحنا صحيح وجعنا برشا المرحوم شكري بالعيد والحاج محمد ابراهيمي، لكن كي تشوف الاخت بسمه وابوه واخوه وشافوا علاش قتلوا شكري بالعيد الله يرحمه، وكيفاش تقتل شكري بالعيد، وكيفاش تقتل الحاج محمد البراهمي، وكيفاش صارت محاوله الاغتيال نتاع الاخ منجي الرحمي. هذوما الكل جات عن طريق دعوات تكفيريه، ناس قالوا هذوما كفار ضد الاسلام، فما ناس متطرفين مشاو جاو وقتلوهم. ولذا عندنا الدليل الواضح كونه الدعوة للتكفير هي معناتها تضر بتونس وما تنجمش تقبلها في تونس. اتفقنا مع رئيس حركة مع رئيس كتلة النهضة على الفصل 6 بهذا المنطق، ووقعنا وصوتنا عليه، ثم فما شق في حركة النهضة حب يتراجع فيه. الشق هذايا ما نعتقدش كونه يحب يتراجع فيه لمناورات سياسية صغيرة، يحب يتراجع فيه على خاطره يعتقد كونه الحركة التكفيرية هي مسموح بها في تونس. وإحنا نقول له بكل وضوح لا مجال للحركات التكفيرية في تونس، راهو إسلام تونس معتدل. الإسلام ما عرفناش عن طريقهم، هما مشاو للسعودية ولسوريا والأفغانستان يتعلموا فيه. احنا إسلامنا معتدل، إسلامنا متسامح، ما نجموش نقبلوا هالمتطرفين اللي يدعوا للتكفير. والناس هذوما اللي الفوند كوميرس متاعهم ما عندهم حتى شيء غير هالحكاية هذه، لا يفهموا في الاقتصاد، لا يفهموا في العلوم، لا يفهموا في اي علم اخر الا هل سامحوني في الكلمه هل التخلويض نتاعهم. ولذلك يزينا من الجدل الزايد، الناس قاعده تجوع، البلاد مش تفلس. احنا اتفقنا احنا تو مازلنا نتجادلوا على الفصل 6 انحجروا التكفير ولا ما انحجروش التكفير، على حاجه 10 قرون التالي. الامام الغزالي 10 قرون التالي احسمها 10 قرون التالي توا نرجعوا فيها. تحسم اليوم المسألة هذه خلال الجلسة العامة اللي باش تنطلق في المساء تقريبا في حدود الساعة الثالثة وباش نحكيوا فيها على الفصل 6؟ والله الكورة في وسط حركة النهضة، التصدع موش له في المعارضة، المعارضة خدمتها وتوافقت على الأشياء اللي يمكن تتوافق عليه. فما خطوط حمراء بالطبيعة ما نجموش نتعدوها، خاطر احنا قاعدين نعملوا في دستور لصغار صغارنا، وعندنا رؤية لتونس، رؤية انفتاح واعتدال وتقدم. المشكل في حركة النهضة يحسموا أمورهم، اذا فما ناس في تساند الدعوات التكفيريه هذا يلزمهم يحسموا روم ويقولوا لنا في هل هم مع الدعوات التكفيريه ولا ضد الدعوات التكفيريه. ولا ينتجوا عنها خاصه. اي على خاطر احنا علاش احنا اللي نقولوا على خاطر الخطر اللي جانا الكل والناس هذوما اللي يعملوا لهم غسل دماغ يقتلوا في العباد. عندنا الجنود الله يرحمهم، هم عاد سي شكري الله يرحمه والحاج محمد ابراهيم وعندنا امنيين وعسكريين منجي الرحوي كانوا مش يقتلوه على خاطر فما شخص عنده صيت عندهم قال هذايا ضد الاسلام. يا اخي فما ناس مشاو اكيد المساله هذه التوانسه كل سمعت بها وقت اللي بداوا في المصادقه على فصول الدستور، واول ما بداوا مع الفصل 6 والجدل اللي اثرته الكبير بخصوص المشكل اللي صار بين السيد منجي الرحبي والسيد حبيب اللوز عن حركه ما صارش بيناتهم. هو السي حبيب اللوز اتهم سي منجي اتهام واضح وصريح، هو قالوا يعني على المباشر وتعرف تعرف اللي معناتها قريب وقفوا الناس اللي كانوا مش اغتالوه على ساعه من